أخ يقول: حكم الانتماء للجماعات الإسلامية، وهل السلف جماعة؟ من أكبر الأخطاء التي يجب تصحيحها وبذل الجهد الكبير في تقويمها اعتقاد كثير من الناس أن السلفية جماعة كسائر الجماعات. ومما ساعد على انتشار هذا المعتقد أن السلفية تذكر في كثير من الأحيين مع غيرهم من الفرق والأحزاب والجماعات. السلفية ليس لها مؤسس ولا زعيم، وهي منهج لفهم الدين. السلفية فهم الدين بثوبه الزاهي القشيب الذي أنزله الله تعالى من السماء على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على السني صاحب المعتقد السليم أن يتميز عن غيره من أصحاب العقائد المنحرفة أو المناهج الخريبة. لو أن أصحاب الدعوات الحزبية أسقطوا أسماءهم لما جاز لنا إلا أن نقول: نحن مسلمون، هو الذي سماكم المسلمين، كما في الحج على لسان إبراهيم. لكن اليوم إن قلت مسلم فالمعتزلي مسلم والخارجي مسلم وبعض الشيعة مسلمون ليسوا كفار، وهكذا. فحتى نتمايز عن غيرنا نقول: نحن مسلمون، لسنا متحزبين ولا متعصبين ولا مقلدين، لا نتبع أحدا معينا، من اختارهم الله تعالى لنبيه وهم الصحابة، ومن زكاهم نبيه وهم القرون المفضلة الثلاثة، هؤلاء هم قدوتنا، ولا نقبل أن يوجد جيل يقتدى به غير الجيل الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ أن تذكر السلفية مع سائر الدعوات. قد يكون عند بعض أصحاب هذه الدعوات معتقد سلفي أو عدم تمذهب فقهي، وهذا موجود، فعنده نزعة سلفية. فالسلفية ليست قسيما لسائر الدعوات. من كان إخوان مسلمين لا يمكن أن يكون تبليغي، ومن كان تبليغي لا يمكن أن يكون تحريري. لكن يمكن واحد يكون من هذه الأحزاب وعنده منهج أو جزء من منهجه في الفقه يتبع الدليل وليس بمتمذهب، وهكذا. السلفية منهج لفهم الإسلام. وإذا أردت أن أبين ما أريد بالتمثيل لأقول: هذه صفحة بيضاء وهي أصل الدين، فجاء بعض الناس فاحتل جزءا منها وصبغها بصبغة، ثم جاء ثان فصبغها بصبغة، وثالث صبغها بصبغة، ورابع بصبغة، وخامس بصبغة، بقي الأصل مع وجود ما صبغ على هذه الأصل الأبيض. من بعيد ينظر الإنسان فيظنه مثل الذي قد صبغ على هذه الورقة، لكن الفطن يقول: لا، هذا المتبقي هو الأصل، هذا اللون
الأبيض المتبقي هو الأصل عدا ما صبغ على هذه الورقة. فنحن لا نعترف بوجود منظم أو مؤسس، وإن أصر الناس علينا إلا أن نقول من مثلا الهيئة التأسيسية للسلفية، من أصحاب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إن أبوا إلا أن نجاريهم في ألفاظهم، فإن تنزلنا فجاريناهم فنقول الهيئة التأسيسية عندنا الصحابة رضي الله تعالى عنه، ونعلق الناس بالصحابة، وإن قلنا نقول قال أبو بكر قال عمر قال ابن عباس قال فلان من الصحابة رضي الله تعالى عنه، نعظم الوحي، دعوة سلفية دعوة وحي وليست دعوة فكر. العلم السليم يولد فكرا سليما، والفكر لا يولد علما. وفرق كبير بين من يتبع الوحي وبين من يوجد أفكارا كردة فعل لواقع إن صلحت تصبح برهة من الزمن. إذا أصحاب الدعوات مع مضي الزمن يفلسون ويظهر عوارهم. ففرق بين من يتبع الوحي وبين من يتبع الفكر ونتاج العقل وهكذا. والواجب على كل مسلم أن يدعو ربه أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم. والذين أنعم الله عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ورضي الله تعالى عن ابن مسعود فإنه كان يقول تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكان الأوزاعي يقول عليك بالأمر الأول وإن زخرف لك الناس خلاف ذلك، ولا تغتر بكثرة السالكين، إن رأيت الكثرة قد ابتعدوا عن النهج الأول فلا تغتر بذلك. ورحم الله الشعبي فإنه كان يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل